في ظلام الليل غرقت ما لقيت نعاسية فيك مخمم في الجرح اللي يريب ساسية دار الزمان ونسيت قاع هادو كليان كتب المكتوب وسالو دموعك ويدان في ظلام الليل غرقت ما لقيت نعاسية فيك مخمم في الجرح اللي يريب ساسية دار الزمان ونسيت قاع هادو كليان كتب المكتوب وسالو دموعك ويدان في هذه الحياة عشنا الحلوة والمرة وكل ما يفوت زمان نتعلمه من الوقت اللي فات تخيل تكون لاباس عليك عايش وسط عائلتك أحبابك وجيرانك وبين ليلة ونهار تتحول حياتك لجحيم تلقى روحك مرمي في الشارع. عمرك ولا كنت تتوقع هذا الشيء، بصح الدنيا غدارة وش راوي يسنى فيك غير ربي لآمن بيه. مريضة مش قادرة، ما عندي راجل، ما عندي منحة، ما عندي بنش رزالي كوش، ما عندي كاش أول مرة خرجت للشارع بس برا. أنا عندي بتاف هني 29 سنة أنا بتبرع. بس 97 من اللي ماتوا أنا برا. أنا متي ما بابا تزوج دمرتو خالي دانا الدار. الله من داك نطلب الموت. ما نايك هكذا. موت طلب الإنسان فوق. يا ناس تفيقوا. أرانا في وقت ما وليناش خونا ما وليناش نديرو فيهم خير. نولي للدار ويرجعوا لي ولادي ومرتي ونشوفوا يما العزيزه توحشتها بزاف. شيء مؤسف فعلا مشاهدينا تشوف مثل هذه الصور في 2022 شخص. انا حاسب لي كل ما نقدرش نفهم بالدم. ستحاسبون يوما ما امام الله، والله العظيم راني نحلف. كما على بالكم رانا في شوارع وهران تحديدا بالمدينه الجديده. كاين شيخ شفناه راه قاعد وحده، راح نسقسوه نتقربوا منه ونعرفوا واش به وعلاش راه قاعد هنا، راه يبان لي شغل يرعش شويه وراح نشوفوا واش كاين به. اكيد ياسين، حنا نعلموا المشاهدين الكرام انه في كل مره نسقسوا الحالات اللي نجو نصوروا معها اسكو هناك امكانيه باش نصوروا معها. اذا قبلوا بيان سور راح نستاليو لي كاميرا تاعنا ونصوروا معنا راح نشوفوا حال الشخص هذا ان شاء الله يقبل. السلام عليكم. السلام عليكم. واش راك الحاج؟ الحمد لله. معك صحافه النهار الرحمن ربي. انت تسكن هنا ولا وليد الحي ولا؟ لا ما نسكن في معسكر. راك بيت هنا؟ وراني نبات هنا دائما، لاني نبدا هنا في وهران. صح، احنا الصحافه اسكت تقبل نصوروا معك. معليش. طيب يا مشاهدينا، الحمد لله هذا الشيخ راه قبل يصور معنا، راح نخليكم مع هذه الصور تشوفوا وين لقينا هذا الشيخ قاعد في هذا الوقت المتاخر من الليل في هذه الظروف. ولا نعاوده من بكري كي من هذا ملي ما تشيبالي وشيبالي الله يرحمه راني قاعد نشوف كل يوم برا طول الليل كيما قلت كل يوم برا طول الليل راني حاب غير كاش ما ندبر على الاجواء ونداوي روحي والريح هذا والله مليان صلاه قهوه ما ذكرت اليوم. كا
كما شفت مشاهدينا هذا هو المكان اللي لقينا فيه هذا الشيخ يعني قاعد لوحده يعني ما عنده حتى واحد قاعد في هذا البرد في هذا الوقت المتاخر من الليل. سقسيناه قلنا له اسكت تكون في الحي قالنا لا لا. بدايه عم يعطينا اسمك وشحال في عمرك؟ عندي 80 80 عام. 80 عام. مو اسمك؟ احمد. الاسم عمي احمد، العمر 80 سنة، الولاية وهران. عمي احمد عندك 80 عام، ديجا شحال عندك وانت تبات برا؟ هذه بيت 40 عام. 40 عام وفيت. وعلاش عمي احمد راهو يبات برا؟ السبب الرئيسي ما عنديش وين، ما كانش بلاصه اللي نروح لها، نرقد برا وعايش برا. بصح يعني ما كانش عندك عائله؟ ما عنديش. لا ما عنديش. كيفاش بدات الحكايه عمي احمد؟ ما عنديش بعد من بكري كيما هكا، ملي مات الشيباني والشيبانيه الله يرحمهم راني قاعد نسوفري. كي مات الشيباني والشيبانيه؟ راني قاعد ما خلاوش منزل؟ ما خلاوش؟ ما خلاوش. وين كنتوا عايشين؟ كرايه. كان كاري؟ كاري. انت من اي ولايه؟ معسكر. معسكر. عندك 40 سنه وانت في وهران؟ 40 سنه حساب وانا في وهران. كل يوم برا؟ كل يوم برا طول الجور كيما تشوف. عمي احمد، عمي احمد قلت لنا انت 40 سنه وانت برا. انا يا مانيش نتخايل في 40 سنه وعم احمد برا ولا مره تعرض لاعتداء ولا صار له مشكل ولا لا والو. جامي جامي ما نعرفش الصوالح. لا لا جامي دنا وليك جامي والو والو. ما كاش ما كاش اللي حقرني وما كاش اللي ضربي وما كاش كاع اللي توشاني دار لي حتى كي من هاك. صح تما الحمد لله. الحمد لله. صح عمي احمد صافي وقاتي وراني قاعد. عمي احمد ما عندكش اقارب صحابك عباد اخوك؟ لا ما عنديش انا وحدي. ما عندك خال عم؟ عندي خالي وعندي عمي وما نحوش عليهم. انا قاعد وحدي ما عنديش. ما كاش العربي اللي قال لي رواح والله والله جرني وداني قال لي روح تبات لي. لا ولا بالي راك تبات برا على بالهم. لا عمي احمد كي قلت لنا عندك انت 40 سنه وانت تبات مرة نص العمر ديالك جوزتو برا. زمان مده قديمه. نص تاع حياتك برا؟ نص حياتي برا. مين تاكل من؟ انا كله وين ما جاب ربي. خطر جبت طرف السلا مع طريق خطر نطلب واحد يشري لي دومي كاريتي. خطرات من نحوس على قهوه ما نصيبش ندخل للقهوة كنقعد نشوف ونعاود نجي خارج. ما تاكل كيما اليوم والله والله من يامس والله قهوة ما ذقتها اليوم. من بكري كيما نهار ملي مات الشيباني والشيبانية الله يرحمهم راني قاعد نسوف راني قاعد نسوف كل يوم برا طول الجور كيما كل يوم برا طول الجور. راني حاب غير كاش ما ندبر على الأجواء ونداوي روحي والريح. هذا مكان والله من يامس والله قهوة ما ذقتها اليوم. محمد عيتك هذه الدنيا عيتك عيت الحمد لله. 80 عام. شوفوا مشاهدينا عمي احمد 80 سنه الحمد لله و40 سنه في الشارع. شوفوا راه الحمد لله وشغل حاكم روحه وراه يتكلم معنا وراه الحمد لله. سمح لي السربان هذاك راه طال مقطع لي بكي لي هذا. معليش معليش مسكين مسكين قال لك السروال وراه مقطع. هاي معاناة عمي احمد ويقول لك الحمد لله. يا سينا حبيت نسقسي عمي احمد. احمد ما عندك حتى امراض؟ ما عندي حتى. عندي القلب. عندك القلب؟ عندي القلب ولا طاسيون والحلو ركبوني غير السكر. غير السكر. سكر. شوف عمي يا سينا انا راني نشوف فيه شويه عيان. انا ماذا بيا لو كان نروح نصوتيو يعني لفقره الطبيب مشاهدينا الكرام نشوفوا حالته الصحيه كيفاش راهي اسكو راهو مليح ما راهوش مليح. نعاودو نقولو ليكم نسمعوا حكايته اكثر واكثر وعلاش راه متواجد في الشارع. نروحوا مع فقره الطبيب مشاهدينا الكرام ونعاودو نقولو ليكم. عمي احمد واش راك؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله كيف غالبي؟ الحمد لله. راني نشوف بلي راك تعبان شويه. واني تعبان شويه. راك مريض شويه. عندك مرض اللي راك تداوي عليه؟ ما نداوي ما عنديش ما عنديش ما نداوي. كنت نشرب الكاشي ندير لها سيلين ونشرب الكاشي واحد زوج تاع المركات تاع كاشي منين كملوا لي الوقيع تودروا لي قعدت هكاك. كاينه كاشي تنقسم على زوج كل يوم صباح نص وعشيه نص. هذه هي. شاهو المرض تاعك عمي احمد؟ القلب والحلو ولا طاسيون. القلب ها. والحلوة ولا طاسيون. يا
شد لي هكا عمي احمد. عمي احمد بعد عناء كبير في الشارع وتقدم في السن، اليوم راه يعاني من عدة أمراض، وعلى هذا كان لازم تدخل الطبيبة مستعجلا. راني نشوف، راني نسمع بلي راك تنهج، راك عيان. راني عيان داري تنهج هكا دايما كيما هكا. صح تقعد هكا برا؟ نقعد برا. هالبرد يزيد يأثر عليك. شوف كندير نصحب ربي. البرد راه يأثر عليك عمي احمد. مع اللي راك مريض. الحمد لله. الحمد لله. ونروحوا نولي الحمد لله تحت سيدي ربي. الحمد لله. شد لي هكا عمي ما تبوجيش دراعك، حطها هكا. شحال من اللي ما رفتش لاتونسيون عمي احمد؟ هذا زمان. ستها طالعه. 18 ونص 14. اسكو راك تشرب الدواء تاع لاتونسيون؟ مانيش نشرب، ما عنديش. هلا عمي احمد منين نجيبها؟ حاول نكذب عليك نقول لك عندي، ما كانش منين نجيبها. شنو هو الدواء اللي كنت تشربه؟ كنت نشرب واحد الكاشين تنقسم على زوج. كي يسموه؟ والله ما نعرف. نطلب من المشاهدين خاصة من صيدليات عمي احمد راه يروح عند الصيدليات ويطلب، راه يدير الانسولين ويطلب هذيك ليغوي. شحال تدير هذيك ليغوي؟ تدير 4000 ويطردوه ويقولوا له روح. علاش؟ ما كانش الإنسانية، ما كانش الرحمة في القلوب. إذن من هاد اليوم، من هاد النهار، من هاد النهار تاع سيدنا رمضان، نطلب منكم مشاهدينا الكرام، صيدليين، أطباء، باش تساعدوا هذا عمي احمد او اخرين راهم منهم بزاف اللي يعانون، ما عندهمش، ما عندهش حتى باش ياكل قهوه ما شربهاش، وراه يدير الانسولين نوفو ميكس. لا اله الا الله محمد رسول الله. في ظلام الليل كما شفتوا مشاهدينا حاله عمي احمد تدعو للقلق. عمي احمد يناشد كل الناس اللي تشوف فيه، الحاجة الأولى من أجل الصحة تاعو، ما لازمش يقعد في هذا المكان، ما لازمش يبات برا. عمي أحمد في عمره 80 سنة، 40 سنة وهو برا. كان مع باباه ويماه كي كان صغير، توفى ولقى روحو برا. عمي أحمد هاد 40 سنة واش قاسى فيها بزاف. حنا رانا قاعدين هنايا اليوم مدة ساعة أو ساعتين، البرد رانا حابين نتفاو. قلنا له مقبل عمي أحمد البرد، قالنا وكي تباتو هكذا وتقعدوا 40 سنه برا كيفاش؟ عمي احمد راهو في حاله صحيه حرجه مشاهدينا، لازم نتوما تشوفوا العمي احمد ما عنده حتى واحد، راح تحجوا في عمي احمد. عمي احمد عييت. عييت. لا شويه. انا غير شويه. نقول الحمد لله. كي تولي الوقت تفكر ايامات صغرك عمي احمد، تقول بالك ما كنتش راح. يا صراحه ذاك الصغر منين كان؟ منين كنت صغير كنت كرعت، واليوم الحمد لله، واليوم الحمد لله. عمي احمد شنو هي الحاجه اللي متوحشها بزاف؟ الحاجه اللي متوحشها بزاف وشنو؟ اللي متوحش الله تعالى وخصي بلمني خير من اللي قعدت فهمني. ولي ما صاي صاي، ما بغات والو، ما قدرتش، ما قدرت صاي فشلت، ما بقيتش. أنا جبت، أنا قاعد ندور خطرة نفطر خطرة ما ناكلش، نهار ما ناكلش ويومين ما ناكلش، ونزيد ندير البرا القهوة، ندخل للقهوة نبغي نتقهوى غير نشرب القهوة، ندخل عند القهواتي نقول أعطيني قهوة يقولي ما كاينش، عندي خارج. ما عنديش دراهم؟ ما عنديش، عندي ربي يقول لك. أنا ما نعرف حتى حاجة، نعرف غير الله تعالى، ما عنديش حاجة اللي تعاوني. ما عندي خدمة، مانيش نخدم. عمي احمد انت يا بنا بلي راك مريض، راك في حالة ما تقدرش تخدم. لازم يعرفوا اكيد لازم يعرفوا مشاهدين الكرام اليوم يشوفوا فين. اني ما كاش طلبت العساف، اني ما كاش شحال من واحد نطلبه يقول يا ودي ابويا احمد اسمح لي راك كبير،
ما نجبش ما نجبش تعيش. عمي احمد ما عندي حتى متخوف، ما عندي لا العتريت لا حتى حاجه ما عندي في الدنيا. عندي قلت لك ربي. عمي احمد وش راك حاب دوك انت؟ وشنو هي الامنيات؟ راني حاب غير كاش ما ندبر على ادواء نداوي روحي صحه والريح هذا مكان. راني حاب غير كاش ما ندبر على ادواء نداوي روحي والريح هذا مكان. ولا كاش بلايص هاد نرقد فيها هذا مكان بلايص تكون نقيه. أمي أحمد أنت كي كنت 40 سنة قبل ما تخرج هكذا وتصبح واحد تزوجت ولا ما تزوجتش؟ تزوجت. يعني ما عندك حتى شخص في حياتك؟ والو والو والو. أمي أحمد وش علمتك هذه الحياة عمي أحمد؟ كون نقول لك وش تعلمت؟ أنت عندك تجربة في الحياة هذه 40 سنة في الشارع و40 سنة في المنزل. كل شدة كل شدة. وش علمتك الحياة؟ كل شيء شتى كل شيء شتى. قاعد قال لي في الدنيا اللي ما كان في الدنيا شتى الحلوة والمرة الحلوة والمرة. كل شيء شتى حاجة ما نقصتش عليها. كل شيء شتى. عمي أحمد كاش سوفينير هكايا مازال لك صرات لك عفسة وما تنساهاش؟ ما عمري ما صرت لي حاجة جامي بعد صرا لي حجرات لي حاجة تاع غش والله حاجة تاع غير تاع الخير. فهمتني عمي أحمد؟ انت تفكر لي سوفينير كي كنت صغير كي تجيك في بالك الام والاب واش تقول في قلبك؟ الله يرحمه شيباني مات مولا 108 بويا وشيباني مولا تقرن وربع سنين صحة. العائلة تاعك اكيد راح يتعرفوا على عمي احمد. عمي احمد لو العائلة تاعك الان راهي تشوف في تلفزيون النهار وفيك الان واش تقولها في هذه الكاميرا؟ اي فرد من العائلة؟ ما عندي ما نقول. الله يعطيهم الخير العائلة تاعي الله يعطيهم الخير. هذا اللي نقولها لهم. حتى ما كانش واحد جرني وقال لي روح أحمد أروح نفرس لك غير جردة ونعطيك غير حاجة تاكلها جامي. عمي أحمد في سن 80 سنة مشاهدين راهو جيعان وعطشان وبردان ومقبل دار هكذا قال لي راه السروال مقطع باش ما يبانش قدام الكاميرا راه السروال مقطع. على بالكم واش معناتها 80 سنه خوتي؟ دوكا بالك ناس راهم يشوفوا فينا الان في عمرهم 40 سنه و50 سنه ويقول لك عييت 20 سنه يقول لك عييت. ما بالك انت 80 سنه خويا 40 سنه هو في الشارع ما يعرفش مخده ما يعرفش مطرح ما يعرفش تفا ما يعرفش دوش ما يعرفش صال دو بان ما يعرفش كوزينه ما يعرفش تلفزيون. يعني عمي احمد 40 سنه هو في البرد وهو في السخانه في الصيف وهو في الشتاء. في الشتاء وين تتخبى تحت كاش حاجه؟ حاجه اللي نصيبها نصيب باش كيما هذا ندخل تحت ونرقد. ما نسمع. وين تغسل وين تدوش عمي احمد؟ ندوش نغدا للدوش خاطرك نشوف راهي كي يكون عندي نغدا للدوش كيما يكون عندي راني قاعد. والحوايج خاطر نصيب وحدين مقصورين في بيدو صليح نجيبهم نشللهم بشويه ماء وخليهم يشوفوا مليح مليح ونلبسوا في بيدو زبل. وهذا سطاح في البيدو هذا سطاح في البيدو. مشاهدينا عمي احمد راهو يلبس من بيدو زبل خوتي رانا في 2022 هذا السروال سطاح في البيدو تقوم بالمقطع تقطع مشتات. والماكله عمي احمد؟ والماكله خطره يجيبوا ثم في لاكارنيزون اللي يجيب الماكله خطره ناكلو خطره ما كاش خطره كيما الليله ما كاش ما عنديش من اكل. تغدى عند حماس يقول لك سوالدة. تغدى القهوة يقول لك سوالدة. تغدى الطبيب يقول لك سوالدة. راك لخصت كلش أنت كي قلت أن راني جبت السروال تاعي من بيدو زبل حاشاك ومقطع وغسلته بالماء وعاودت لبسته راك لخصت كل شيء. مشاهدنا شحال من واحد فيكم راهو يشوف في هذه الحلقة توفى الأب تاعه ربي يرحمه. راهو عندك أب مازال كاين هنايا. غلطت ولو شوية مع الأب تاعك تقدر تعوضها في عمي أحمد. والله ربي راهو يشوف. خوتي اي واحد راه يشوف في هذه الحلقه بالك عنده ولو شويه دراهم يقدر يجي لعمي احمد يتكفل بحالته. عمي احمد راه فيه ذباب. عمي احمد راه يلبس ملابو بال. انتوما كاين ناس تلبس ملابو بال. 80 سنه خوتي 80 سنه هاو لابس قالوا تقاشر اللي بغات انسى راني سمعته منه. 80 سنه خوتي اي شخص راه يشوف في هذه الحلقه الناس خافوا ربي. خافوا ربي. ما تنجمش تنصر روحي باه ما نقعدش كامل هكا عريان.
عمي احمد انا راني متاكد 100% انه الناس اللي راهم يشوفوا فينا في برنامج في ظلام الليل ما حش يقعدوا يشوفوا قاعدين هكا، حيت تحركوا يا لو كان بالنشر الفيديوهات هادو مع مواقع التواصل الاجتماعي باش تلحق الرساله للناس اللي يقدروا يعاونوا. احنا والله اللي كان عندنا غير عاوناه، احنا رانا جينا عاونا باش نقدروا، هي وسيله اعلاميه نقلت هنا لولايه وهران باش توصل صوت عمي احمد اللي متواجد في الشارع. بالك حنايا انا هنايا عندنا صافي شحال ياسين زوج سوايع وحنا مع عمي احمد باش نصوروا. عمي احمد قالنا عيت، قلنا له الله غالب اصبر وان شاء الله الناس يعاونوك. عمي احمد انا الحاجه المليحه راني نشوفها فيك راك كلمه زوج الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما عنديش غير الحمد لله. انا كل شيء قاعد نقعد نموت الهيت وعندي الحمد لله الدنيا وما فيها. أحمد أنا حبيتك تقول للناس لما يشوفوا فينا وجه لهم رسالة. اللي بغي يعاوني يعاوني، اللي ما بغاش معني اللي بغي يعاوني يعاوني، اللي ما بغاش معني ما نقوله عاوش نقوله نقدر ندابزح ما نجمش ما نجمش ندابزح. عمي أحمد زيد وجه رسالة للناس اللي يخرجوا من الدار ويروحوا برا، قول لهم كيف اليوم يخرجوا من الدار ويروحوا يعيشوا برا. واه ما كان عيشها عيشت الحشا واللي ذاك الكلب هذاك اللي مشى بالزنقة ولا قط هذه هي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله غير تعطي يدي ربي واللي بغى يهديه ربي ويعاون صحة وصلاة غير بها نداوي واللي ما بغاش ما عندي ما نقول له. يعني عمي احمد المشاهدين الكرام ماهوش يطلب بزاف، هو يقولنا غير باش يداوي راه حاب يداوي هاوليك. هو راهو فيه هموم وراهو يصبر في ياسين او يبكي عليه راهو يقول له اصبر. هو راهو فيه هموم وراهو في حاله في الشارع والله غير تربح ولدي الله يصدرك والله يحفظك والله يا ربي ما يغب لك ولدي هكذا الكدو الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك ولدي اسكت جبت لك رسول الله جبت لك محمد خي خي اختم بيه الاختم الحمد لله. ياسين انا نتفهمك سبب البكاء تاعك هو وفاة الوالد ربما ربي يرحمه. لما تشوف شخص في عود والدي في عود باباك راه برا كيفاش ما تاثرش؟ يبات برا في حاله كارثيه 80 سنه لو كان هو جد او في عود جدك ماشي في عود باباك راه يبات برا يلبس من لابوبال مزبل حشاكم البرد راهو داير فينا حاله هنايا حشاكم الجردان هنا حق العاد تاع رسول الله ابني عندي هذا قال لي لفته قاع نقص لي لفته والله لا قاع نبدا نصلح وندي نغسل ونشف ونشف ونظل عليهم قاع النهار ونعاود نلبس هذا ما عندي هو يجي قاع من قاع من لابوبال قاع من لابوبال هنا بزاف اللي قوسوا الصوالح قوسوا القش بزاف من لابوبال وخاطر ثاني نغدل هنا نجي هنا لسوق البولونات فاني قوسو السراوي اللي قوسو سموه الله قد كسر والمليح نقي شويه نلبسه. عمي احمد احنا ما جيناش بيدينا فارغين دوك نروحو مشاهدينا الكرام لفقرة الملابس مع حبيب قريفة نروحو نجيبو له الملابس اللي راهم حاضرين معنا نعاونوهم بهم اعطيهم لي حسن الله يحفظك. عمي احمد احنا جبنا لك حاجه قليله اللي نقدروا عليها مع عند حبيب قريفة شويه ملابس هكا باش تقدر تبدل وكما يقول لك ان شاء الله احنا هذه مجرد رساله مشاهدينا الكرام عند حبيب قريفة راه يعاون بالملابس هاكو تشوفوا. عمي احمد ما عندوش من يلبس كان يلبس من لابوبال لو كان ما جيناش مدينا له يعاود يلبس من لابوبال. يعني اللي عندكم ملابس هكا قدم في الدار تقدروا تصدقوهم للناس اللي ما عندهمش برا. عمي احمد كاين ثاني هاتف النقال هذا مهدى من طرف قناه النهر. عمي احمد هدايا باش كي نتصلوا بك ان شاء الله دير لابيس تاعك نعيطوا لك باش هكا الناس ولا الاقارب تاعك ولا اللي يحبوا يعاونوك يتصلوا بك في الرقم اللي احنا حطوه لكم مشاهدينا الكرام اسفل الشاشه. هذه هي مشاهدينا الرساله وصلت ان شاء الله تكون وصلت لكل الناس اللي راهم يشوفوا فينا. عفوا على البكاء يعني هذه هي سنه الحياه هذا هو العالم هذا
هذه الدنيا مشاهدينا. اليوم أراك لباس عليك، غدوة تقدر تولي كيما عمي أحمد أو أكثر. اليوم أراك بصوالحك، راك بدراهمك، راك بصحتك. غدوة تقدر تكون تحول حياتك من يعني من دقيقة أو ثانية، راح تروح حياتك وتبدل رأسنا على عقب، تلقى روحك وحدك في هذه الدنيا. يا من راكم تشوفوا في هذه الحصة، عمي أحمد راه في انتظاركم. حنا جينا قلنا لكم هذه المعلومة، إن شاء الله تكون وصلت. أكيد على بالي بلي وصلت، وعلى بالي بلي كان بزاف جزائريين قلوبهم حنان ورجال وحتى نساء، يعني ما حش يخلوا عمي أحمد في هذه الحالة. حنا نقلنا المعلومة هذه ولحقناها لكم، درنا اللي علينا، الباقي راه في يدكم مشاهدينا. خموا في الأخيرة، خموا في يوم الحساب. السلام عليكم، نخلي بلال يكمل. شكرا لك ياسين. عادي ياسين، هذا شيء عادي انك تبكي لما تشوف حالات كيما هدية. مشاهدينا الكرام، حنا نكونوا لحقنا الى نهاية هذا العدد من برنامج في ظلام الليل. حنا رانا رايحين، عمي احمد راه متواجد لهنا، اللي حاب يتصل ولا يعاونو راه متواجد هنا في المدينة الجديدة بولاية وهران، يتنقل له ولا يتصل عبر هذا الرقم اللي راح تلقاوه اسفل الشاشة. نلتقي غدا ان شاء الله نفس الموعد ونفس القناة. صحة صحوركم. من بكري كيما نهار ملي مات الشيباني، والشيباني الله يرحمه راني قاعد نتزوج، راني قاعد كل يوم برا طول كيما كل يوم برا طول. انا حاب غير كاش ما ندبر على الادواء ونداوي روحي والريح. هذا والله من يامس والله قهوه ما ذوقتها اليوم. النار ما تطفى بكلام الحقد ما يوزن ميزان، شحال سمعت لفلان وفلان ندامه والحق يبان. قاع شهود عليا وفي حكايتك ماني خوان، اليوم ما تسالي عندي يا وعطيتك اش اللي كان.